صباح الخير. الساحة الداخلية استعادت حيويتها السياسية من موازنة 2018 إلى ملف الكهرباء وانطلاق الترشيحات النيابية. أما بالشارع فمياومي كهرباء لبنان إلى الواجهة من جديد، والتحركات دخلت مرحلة اللاعودة، فالمطالب الاجتماعية بقيت على نار حامية. قضية المياومين تصعدت وقطع الطرقات أسلوب ضغط بيدفع ثمنه المواطن العالق بسيارته. أما الناس فبين عداد المولدات وفاتورة مؤسسة كهرباء لبنان ملوا من إضاءة الشموع ولعن العتمة. من السياسة إلى الاقتصاد، بالسنوات الأخيرة انتشرت بقوة خدمات التسوق أونلاين عبر الإنترنت. بكبسة زر تختار أي غرض بيعجبك من حول العالم، أسابيع قليلة وبيوصل على لبنان. التسوق أونلاين رغم أنه أصبح رائج بسبب سهولته والأسعار المنخفضة، إلا أنه بيساهم بتقليص دور الأسواق التجارية اللبنانية. شو رأي الشارع اللبناني بظاهرة التسوق أونلاين؟ وهل هي مصدر ثقة لهم؟ تقرير لزميلي رولا أمين الدين، من تابعه سوا. في زبونات ما بقى تشتري إلا أونلاين، بتوفر وقت خاصة اللي بيشتغلوا كل الأسبوع. عندي منا درجة وما بحبهم وما بطلع فيهم. بفضل انزل على السوق افضل، لانه انا بشوف بعيني افضل احسن. ممكن يبعثوا لي القطعه يطلع قياسها كبيره صغيره. انا حاجز اونلاين ورايح مسافر اونلاين، بس عامل مشتريات شوبينج لا بعد. هي طريقة جديدة للتسوق لقت رواج كبير بالسنوات الأخيرة لسهولة الوصول للسلع المراد شراءها وانخفاض أسعارها والحرية بالاختيار. تعددت الصفحات والمواقع والشركات اللي بتعرض بضائعها إلكترونيا، فأقبل عليها الألاف. البعض لقى من ظاهرة التسوق أونلاين فوائد كبيرة، أما البعض الآخر ففضل التسوق التقليدي تفاديا لخيبة الأمل. مرة طلبت شيء خطيبتي فجابوا لها شيء ما خصه، يعني اختي طلبت، مرتي طلبت، يعني ولا مرة طلبوا شيء واجا هن اللي هن طالبينه. وصراحة يعني الاغراض لا فيك تراجعين ولا فيك تعملي، وان دقينا لهم مثلا انه في شيء مشكلة مثلا بالاغراض، اوكي يلا هلا نرجع بنجي لعندكم، وهذا وجه الضيف يعني. لأنه الصورة مثل واحد بيشوف صورة ست حلوة بده يتجوزها أو بده يصاحبها أو بده يخطبها، بيشوف صورتها بتطلع الطبيعة غير شكل. ما بتتجوزي انت اونلاين؟ اه مثلك انا كمان ما بشتري اونلاين. طريقة انه الدفع قبل الاستلام ما كتير حبيتها، ما يعني ما اقتنعت فيها. انه بدك تعطي رقم بطاقتك وياخذ لك من حسابك، وما بتعرفي اذا هاي الشركة وهمية ولا هي مافيا ولا هي مزبوطة، يعني فيها مخاطرة. اكيد على السوق تفضلي انت تشوفي شو في اشياء بتقيسيها افضل، ايه مقتنعه فيها 100%. بحب شوف الاشياء عن قريب، امسكها بايدي يعني اتفحصها. جبتها اونلاين، ها سوبريم تجي هي، انه ها درجه كثير عندنا بلبنان، فبتجي هي كثير غاليين ببيعوهم برا، بس جبتها بسعر اقل بس اصليه. انه بتوفر كثير وقت، اهم شيء اللي ما عنده وقت ينزل مثلا بالبيك اورز على السوق اكيد بتوفر عليه وقت، والاسعار ارخص. على رواق بتنقي كل شيء بدك، بتقدري تقارني الاسعار بين سايت وواحد ثاني وبيجيبوا لك اياهم على البيت، يعني هاي شغله كثير منيحه. شيء كل شيء حتى شو ما بيخطر على بالك كله، تياب وشوز وباجز، حتى اذا واحد بده شيء للمطبخ بدك شيء عفش كله. اختصار الوقت وتوفير المال ووصول الأغراض إلى قلب البيت شجع الناس على الإقبال على هالوسيلة شرط الوثوق بالمصدر، إلا أنه لأصحاب المحال بالأسواق التجارية موقف خاص اتجاه التسوق أونلاين. لأنه أونلاين خرب لنا بيوتنا، لأنه بحكيكي بكل صراحة، لأنه هذا لا عنده أجار محل ولا عنده كهرباء ولا عنده بلدية ولا عنده أي شيء، وعم بيجيب القطع عم بيحط عليها ربح كثير قليل وعم بيبيعها، بيضرب لنا سوقنا نحن اللي عندنا اجارات وعندنا بلديه وعندنا كهرباء
وعندنا مليون شغله. السوق الاونلاين لازم يعملوا له حل، ينزلوا عليه الدوله ضرائب. لنقول فرضا اجى لعندي اخذ بضاعه جمله بحطه اونلاين مثلا، بقول لك هيدي بضاعه مار الياس، مزبوط هيدي بضاعه مار الياس، وهو اخذها على اساس انه بده يبيع بمحل جمله، بيكون هو عم ببيعه اونلاين. بتعرفي انت وقت انا بدي بيعك جمله اكيد ما حبعطيكي سعر المفرق، سعر الجمله شيء والمفرق شيء. سوري يعني مثل ما بيقولوا عم ياخذوه على البرد المستريح. الله يرزق الدنيا كلها، انتبهي انا مش ضد، بس لازم كمان ينعمل لها رسوم، ينعمل لها ضرائب، ينعمل لها شيء. يعني كمان سوري يعني اللي عنده 2000 3000 دولار اجار محل كالاخر الشهر، مش مثل اللي قاعد عمل لي صفحه لقاله على الفيسبوك ويلا. منتابع حلقتنا مع النشاطات الثقافية ومننتقل إلى مسرح الجامعة اللبنانية الأمريكية لنتابع العرض المسرحي رايات للمخرج منير ملاعب بالتعاون مع فرقة راجانا فيدا الفولكلورية. تفاصيل أكثر بهالتقرير. وال2018 قصة مجد ما بتنتهي. بصرح ثقافي تربوي اجتمعت وجوه شبابية مع صوابية نص بيحمل قضايا المجتمع من 22 سنة. شباب بتحمل رايات المجد مع الدبكة اللبنانية والفولكلور اللبناني لإعادة ضخ الدماء بشرايين ثقافتنا اللبنانية وتنمية الحس الوطني والاجتماعي. أخذنا الهواجس يلي عند الشباب يلي شوي ابتعد عن الفولكلور وبنفس الوقت الواقع الاجتماعي اللي هو منازال هو ذاته السياسي إذا بدك، كل الأمور اللي متعلقة بالمجتمع اللبناني. نحن هنا نثبت جذور هذا التراث في تاريخنا الثقافي الذي يميز لبنان. إذا خسرنا هذه الميزة الثقافية الفعري الشعرية الفكرية الأدبية الطباعة الحرية التنوع في لبنان، يعني لبنان يصبح دولة مثل كل الدول الموجودة. أنا بمثل دور أم نسيب بهالمسرحية اللي كمان بده يتجوز ابنها، وكمان يعني هي بدها تروح شوي للتطور بس مش قادرة لأنه كله عم نرجع للأشياء التقليدية إذا بدي، وبصير في هيك قصص مهضومة وكمان بتحكي عن الواقع اللي احنا عم نعيشه هلا. برجعونا للتراث الأصيل يعني، وبنرجع بنتذكر المجد القديم للأعمال الفنية اللبنانية. وبيجعلوا الله ابتعدوا لالله يا الله يا الله يا الله يا الله. مسرحية رايات 2018 حملت الحضور إلى ساعتين من عمر إنسان اليوم اللي أنهكته الضغوطات الحياتية فكاد أنه ينسى لولا هالأعمال مميزاته وأصالته اللي بيفتخر فيها كل لبناني. أنا من هديك الأيام لأني مني صبية، أكيد بحب الفولكلور وبحب شجعه، وعندنا شغف أساساً بالدبكة، ومشان هيك يعني انا جاي من الجنوب مخصوصا لحتى اشوف العرض. يعني حلو المسرح، حلو الدبكه اللبنانيه، وفي ابداع بمحل ما، في ناس عم تشتغل يعني ما بعرف قديش بنلاقيهم بعد بالضياع. بحب الدبكه اللبنانيه اكيد. ايه بندبك ليه لا ندبك سوا. مفروض انه نحن نشد كتير على التراث اللبناني، على الاخوه، على التعايش.